Okay, 5, 4, 3, 2, and 1. ازيكم يا جماعه؟ معكم طارق من تكبر. عاملين ايه؟ يا رب اشوف وشوشكم بتضحك دايما. النهارده فيديو مهم جدا لان هو هيفرق جدا معاك وهيسهلك كتير قوي في شغلك لو انت عايز بالذات تنظم يومك او تنظم شغلك. ودي حاجات شخصيا انا بستخدمها بصراحه ودي شايف ان هي اقوى 5 تطبيقات هيفرقوا معاك جدا في 2022. فانا شايف بصراحه ان الفيديو مفيد جدا، فقبل ما نبدا ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. انا شايف بصراحه ان الابلكيشنز بتاعت النهارده هي بتكمل بعضها، منها اللي انت لو عايز تقرا او عايز تذاكر او عايز تلعب او عايز تفصل او تسمع اغاني او ايا كان، فكلها بتكمل بعضها. فخلينا نبدا ونفصص الابلكيشنز دي مع بعض. خلينا نبدا باول حاجه وابلكيشن برودكتيف قوي لو انت بتشتغل دايما على اللابتوب بتاعك او بتحاول ان انت تركز في شغلك على اللابتوب وغصبا عنك ان انت مثلا موبايل بيرن او كده، فانت بتمسك الموبايل وبتفصل شويه من الشغل. في حاجه لطيفه قوي ممكن تعملها ان انت ممكن تربط موبايلك باللابتوب بتاعك، فتقدر تنقل الصور بتاعتك او المسجز او تعمل مكالمه من على اللابتوب بتاعك، وده شيء بصراحه قوي جدا، حاجه لطيفه جدا. ممكن وانا مثلا قاعد في السيشن بتاعتي الاقي مثلا كول جات لي على اللابتوب، فالستودنتس بيستغربوا انت ازاي رابط الموبايل باللابتوب، ده شيء لطيف جدا. ممكن تبقى سايب موبايلك مثلا في الاوضه بتاعتك وانت قاعد شغال على اللابتوب، تلاقي موبايلك او مكالمه مهمه جات لك تقدر ترد عليها عادي جدا، او ايميل او مسج او ايا كان، ممكن ايميل مهم او اس ام اس او ايا كان يجي لك، فانت موبايلك جوه مش واخد بالك منه او مش سامعه وانت مركز في اللابتوب، فيجي لك المسج دي على اللابتوب. فانا بصراحه شايف ان دي حاجه كويسه جدا، والابلكيشن ده اسمه يور فون. اكيد هو ابلكيشن تراستد جدا من مايكروسوفت، تقدر تحطه على الموبايل بتاعك او الا هتحصل. هنعرف الخطوات دلوقتي بالراحه. الحلو فيه ان هو انت تقدر سواء كان عندك مسجز او كده تقدر تدي الصلاحيه لنفسك ان انت بقى تعمل مكالمات او كده، تقدر تكونكت فيه التليفون عادي جدا. بعد ما تكونكت عادي ممكن تقدر تتصل من هنا مثلا اي رقم تليفون انت عايزه، طبعا تروح جاي دايس كود، ده يعني شيء لطيف جدا بصراحه. سند بيرميشن الاول طبعا عشان تقدر ان انت ايه تشغل الريكوست او انت تشغل اللي انت تقدر تعمل كولز، فبيديك بيرميشن على الموبايل بتاعك عامه مثلا اهو، فيتقول اوبن فتقول الاو، وبعد كده خلاص. طبعا انت بتنزل يور فون على الموبايل وعلى اللابتوب، فده شيء لطيف جدا، بيديك حوالي حاجه بسيطه كده وقت بسيط عشان يعمل كونكت على البي سي نفسه. فبس ده كان يعني اوفر اول كده، تعمل لينك لي طبعا المسجز زي ما قلت لك، الفوتوز او الكولز او عامه اي حاجه تقدر تعملها تانية، ده شيء لطيف جدا. في بقى شويه حاجات تانية او تب صايع قوي هبقول لكم عليها بعدين بصراحه، ان انت تعمل كوبي من على الموبايل نفسه لللابتوب، وده يعني شيء لطيف جدا او العكس، فخليها ان شاء الله فيديو جاي. بس فخلينا ناخد الابلكيشن بعدي. سواء كنت بتشغل مثلا بتعمل اديت لصور او زي حالاتي دي بتعمل اديت لفيديوز، فغصبا عنك انت ممكن اللابتوب بتاعك زي ما احنا قلنا كده الام اس اي هو او اي لابتوب مثلا بتاعك هو كويس جدا، بس ناقصه ان الشاشه مش بتديك احسن الوان. فانت على قد دلوقتي الموبايلات بتاعتنا دلوقتي بقت اولد واموليد، فالالوان بتاعتها بقت حقيقيه اكتر، تقدر تعمل الموبايل بتاعك كانه اكسترنال ديسبلاي، وده بصراحه شيء خطير جدا. وقلته في الفيديو بتاع الام اس اي، لو انت ما شفتوش ممكن تطلع في الاي اللي فوق تتفرج عليه، بصراحه الفيديو كان حلو جدا. خلينا نرجع ونكمل. بس وكل اللي عليك انت بعد ما تنزل الابلكيشن دوت هتربطه باللابتوب بتاعك وهتلاقي ان هي بقت اكسترنال ديسبلاي، بصراحه شكله حلو جدا. هي بتديك حوالي 10 دقائق، ده الفري فيرجن. ممكن تشتري بقى انت الابلكيشن نفسه، بصراحه مش شايفه غالي، في حدود تقريبا 100 جنيه او حاجه او 110، بدل ما تصرف فلوس كتيره على شاشه مثلا بالالاف ممكن تدفع 100 جنيه دوت، وشايف بصراحه حاجه تبقى كويسه جدا. وانا دي حاجه من الحاجات اللي انا بعملها بصراحه، شايف ان هو كويسه جدا. انا بالنسبه لي في الفيديو اديتنج مهم جدا الالوان، افادني جدا بصراحه، وشايف ان هو هيبقى مفيد جدا ليك. فخلينا نكمل الابلكيشن اللي بعديه. استخدمه بقالي سنين حرفيا الابلكيشن ده، اسمه تيك تيك، حلو جدا بصراحه، وهنعرف دلوقتي التفاصيل اشمعنى هو حلو كده. فبجانب جوجل كيب بصراحه انا بستخدم تيك تيك دايما، هو حلو جدا وبيحفزك كده لحاجات معينه. دلوقتي هنتكلم عن الابلكيشن دلوقتي ان ديتيلز، فخلينا نبص الفيديو نفسه. ممكن اقسم مثلا التاسكس بتاعتي، لو انا عندي مثلا كذا تاسك، اللطيف قوي ان انا بعد ما اخلص زي ما انت شايف مثلا، زي مثلا خليني مثلا انا خلصت مثلا الفيديو بتاع الايطالي دوت، فاروح جاي ان انا ايه دايس عليه كده فبيديني صوت تك كده لطيف. التنه دي بصراحه بتديك كده زي حافز اللي انت تخلص، عارف انت اللي انا عايز اخلص كله عشان ايه ادوس عليه كده ويديني الصوت ده تاني، فده شيء بصراحه لطيف جدا. بلس ان انت عندك هنا تقدر ان انت تظبط الكالندر بتاعتك في اليوم بتاعك انت عايز تعمل ايه بالظبط، والكالندرز طبعا في الايام الجايه كلها، وده شيء يعني
لطيف جدا. خلينا كده ناخد التاسكس عامه ان جنرال الانبوكس كله، وعندك فيه شويه حاجات تانية طبعا انت ممكن تقسم تكستمايز الشخصي البيرسونال بتاعك او الورك عن الشغل بتاعك. ويلكم بقى اللي انت تيجي مثلا ايه وتقول ويلكم ايه ده، زي نوتيفيكيشنز كده برضو انت بتيجي تعملها خلاص، اللي هو ايه دي التاسكس خفيفه بيديلك عشان ايه يجي يقول لك مثلا انت بتبدا الابلكيشن او بتسيت اب الابلكيشن بس. وده سيتنجز عادي جدا ممكن تظبط فيه حاجات كتير قوي، الرينج تون، الابيرنس بتاعك، التاب بار او كده، بس انا بحب عامه الدارك ثيم، فبيوفر طبعا طاقه جدا في البطاريه بسبب الشاشه الاموليد. وخلينا برضو يعني نقول على شويه حاجات لطيفه كده، ممكن تعمل بلس هنا عايز تعمل تاسك حاجه جديده تكتبها عادي جدا طبعا، ده شيء لطيف قوي. فخلينا كده نرجع، وده تقريبا كان تيك تيك بصراحه كان لطيف قوي قوي من الابلكيشنز اللي قلت كده ان استخدمها بقالي سنين تقريبا، بقالي فتره كبيره، فده شيء يعني لطيف جدا. خلينا ناخد الابلكيشن اللي بعديه. فانت زي حالتي كده لو انت مثلا خلصت فيديو عايز تكمبرس لي او عايز تضغطه عشان تبعته على ابلكيشن معين او كده، يبقى الموضوع صعب شويه. تخيل انت نزلت الفيديو على موبايلك مثلا ومش عارف تبعته لحد، فده بيبقى لطيف قوي. بيجي دور الابلكيشن دوت واسمه Image Compress. اللطيف جدا في الابلكيشن دوت ان انت ممكن تبقى مثلا فيديو او صوره هي كبيره نسبيا، ممكن الصوره انت بترفعها على ويب سايت مثلا او صوره باسبور مثلا عايز ترفعها بس ما تلاقيش ما تعرفش ترفعها لان الصوره مثلا او الكواليتي بتاعت الموبايل بتبقى عاليه شويه، فصعب انك ترفعها على الابلكيشن دوت. وانت بتعمل ابلاي لاي شغل مثلا الابلكيشن ده شيء لطيف جدا ان انت تعمل كومبريس للصور وكومبريس للفيديوز، ده شيء لطيف جدا وافادني جدا. ان انا كان في عندي فيديو كان حرفيا فرق بينه مثلا حوالي 10 ميجا بايتس عشان اقدر كومبريس لي واقدر ان انا ابعته من على الموبايل، وده شيء كان لطيف جدا على ابلكيشن معين لاي فيديو او لصوره، وده شيء لطيف جدا. فخلينا مثلا ناخد اي صوره كده كومبريس، لا خلينا مثلا كومبريس للصوره هنا مثلا على اليوتيوب. لو انا عايز مثلا انزل صوره على اليوتيوب ممكن تبقى كبيره شويه فتقدر تعمل لها كومبريس، ممكن تعمل كاستمايز للفايل نفسه والريزولوشن بتاعك تقدر ان انت تظبط ده، ده شيء بصراحه لطيف جدا. خلينا بقى نتكلم الروقان بقى بعد وانت شغال او انت شغال كده عايز تفصل، بتربط زي ما قلت لك انت لابتوب بتاعك بموبايلك، فعشان تكمل الايكو سيستم دوت او ان انت تقدر تتحكم باللاب بتاعك من موبايلك، ده شيء بصراحه يعني تحفه جدا تقدر تعمله من سبوتيفاي نفسه. وده بصراحه انا شايفه احسن لان انا ساعات مثلا ممكن يكون البريميوم مثلا خلص بتاعي بتاع سبوتيفاي، فببقى متضايق ان انا مش عارف اربط موبايلي او ان انا مثلا مش عارف اتحكم في الاغاني على موبايلي، فبعمل ايه ان انا بربط الموبايل بتاعي باللابتوب وبشتغل الاغاني اللي انا عايزها من على اللابتوب، فده شيء لطيف جدا وبتحرك براحتي، ممكن اعلي واوطي من الموبايل بتاعي، وده شيء بصراحه كان كويس جدا وحماسي جدا. انا عارف الفيديو النهارده كان مختلف شويه واتمنى ان هو يكون فادك وبس كده. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوز الجديده، وهل في استفاده اكتر في ابلكيشنز انت حابب انا بستخدمها اقول لكم عليها اكتر، فاكيد حابب اسمع منكم تحت في الكومنتس. بس كده that's been it. Thank you so much guys for watching. شكرا جدا انك شفت الفيديو لغايه دلوقتي، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. Peace. سلام.